كما تعلمون أن الفساد في العراق قد أخذ مأخذه في مؤسسات الدولة، والتي قد يكون منها بعض المؤسسات الطبية. ولذلك نتمنى على الجميع الوقوف أمام هذه الآفة والحد من انسيابها أفقياً، حتى تدخل كل مرفق يصله المواطن ويحتاجه. نحن ندعو الأخوة في قطاع الصحة إلى البحث عن آليات ووسائل تساهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطن بشكل ميسر وغير مكلف، ويجب أن يكون متطوراً. لقد عملت وزارتنا طيلة الفترة الماضية على تطوير نظامنا الصحي لغرض استدامة الخدمات الصحية في مؤسساتنا الصحية، والسعي الحثيث للارتقاء بها من خلال خطط وبرامج متعددة. كان هناك مؤتمر هام وشامل يخص النظام الصحي وكيفية تطوير هذا النظام الصحي ومعالجة التحديات والنقاط التي تعيق تطور النظام الصحي. نحن كلجنة الصحة وبيئة نيابية طبعا قد كانت لنا مخرجات وقوانين مهمة تمت المصادقة عليها، كان الغرض منها هو النهوض بالواقع الصحي والنهوض بالمنظومة الصحية على الساحة العراقية. طبيعي من المعروف بأنه محافظة نينوى تمر بتحديات كبيرة، لأنه كل البنى التحتية الصحية هي مدمرة. اليوم طبعا كان هناك محور خاص يخص محافظة نينوى، وطالبنا من خلال كلمتنا الرسمية السيد رئيس مجلس النواب وكذلك معالي السيدة وزيرة الصحة بتدخلهم الشخصي والفوري والآني من أجل إيجاد حلول طارئة لمشكلة الرواتب والإيعاز إلى الجهات المعنية بالصرف الفوري للرواتب الموظفين المتراكمة وكذلك الرواتب الأخرى. المؤتمر في هذا اليوم يركز على تقديم الخدمات الصحية، وواحد من محاور هذا المؤتمر هو إعطاء أهمية للمناطق المحررة، وبالتأكيد نينوى تقع في رأس هذه المحافظات. اليوم الحقيقة يعني هناك توجه كبير وهناك تضافر مع جهود وزارة الصحة من أجل تقديم هذه الخدمات بشكل أمثل. نحن نعلم أنه المحافظات اللي تعرضت إلى هذه الخروقات الأمنية، المحافظات اللي تعرضت إلى الاحتلال الداعشي، المحافظات اللي تم تدمير البنية التحتية الصحية فيها هي هذه المحافظات، وبكل تأكيد تحتاج إلى دعم. والحقيقة تم الخروج بتوصيات سوف تركز هذه الجهود من أجل تقديم الخدمة الصحية المثلى. يعني قانون الضمان الاجتماعي أو نقصد قانون التأمين الصحي أو الضمان الصحي، هذا من القوانين الواعدة اللي نتأمل أنه يتم تشريعه، بكل تأكيد ويشمل جميع العراقيين ومنها المحافظات اللي تم تحريرها بفضل الله. التحدي الكبير للدولة العراقية في التعامل مع موضوع الموصل جزء من عنده هو التحدي كان لوزارة الصحة. وزارة الصحة كانت طوال السنوات الثلاثة أو الأربعة الماضية هي جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية في كل حركة وفي كل مفصل وفي كل يوم. كان هناك جهد كبير خلال السنوات الماضية، وتحديدا خلال فترة تحرير الموصل هناك جهد كبير مشترك لوزارة الصحة مع المنظمات الأمم المتحدة والمانحين، وأيضا من خلال خلية الأزمة ومن خلال الهيئات الأخرى التي تمول الآن ولاحقا. هناك عمل كبير على موضوع الحفاظ على صحة المواطن، واتطرق السيد الوكيل الفني الآن أن من الإنجازات المحافظة على مجتمع الموصل بدون وجود أمراض وبائية أو بدون وجود تفشيات وبائية. هذه من الإنجازات التي كانت في لوزارة الصحة. هناك عمل كبير الآن لتأهيل مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتأهيل المستشفيات بجهد مشترك أيضا، كون الوضع الاقتصادي إلى انعكاساته على مجمل الإمكانيات لوزارة الصحة.